في قلب صراع لا ينتهي، أطلقت إيران ضربات صاروخية على إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذه الحجة القانونية تفتح باباً للتساؤل حول مفهوم حق الدفاع في سياق النزاعات المستمرة، وهل يمكن أن يكون القانون غطاءً لصراع يتجاوز حدوده؟ هل المادة 51 مظلة الدفاع أم ذريعة للهجوم؟ تعد هذه المادة من ميثاق الأمم المتحدة إحدى الأدوات الأكثر استخداماً لتبرير العمليات العسكرية، فهي تضمن للدول حق الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح إلى أن يتدخل مجلس الأمن لحفظ السلام. نص المادة يبدو واضحاً، الدولة المعتدى عليها يمكنها الدفاع عن نفسها بشرط إخطار مجلس الأمن فوراً، لكن كيف يمكن تفسير الدفاع عن النفس في نزاع مثل الذي يجمع إيران وإسرائيل؟ في تصريح على منصة إكس، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الهجوم جاء كرد فعل دفاعي بعد تعرض إيران وحلفائها لاعتداءات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الأهداف كانت عسكرية وأمنية بحتة تشمل المواقع المسؤولة عن الهجمات في غزة ولبنان. وأضاف عراقجي أن إيران حاولت ممارسة ضبط النفس لشهرين تقريبا قبل أن تضطر للرد. في المقابل توعدت إسرائيل برد مؤلم، ووصفت الهجمات الإيرانية بأنها عمل عدواني لا يبرره القانون الدولي. وهكذا يصبح من الصعب الفصل بين القانون الدولي والسياسة الواقعية. تفسيرات المادة 51 غالبا ما تستخدم لتبرير أفعال تتجاوز الدفاع إلى الهجوم. هنا يتساءل المراقبون، هل الرد الإيراني كان فعلا دفاعيا أم تصعيدا استراتيجيا؟ الحقيقة أن النزاع الإيراني الإسرائيلي يتجاوز مجرد ضربات عسكرية، إنه جزء من صراع طويل الأمد حول النفوذ والسيطرة في الشرق الأوسط. كل ضربة تعيد إشعال جذوة نار قديمة وتجعل من الحلول السلمية خياراً بعيد المنال.